مساءكم خير. في حاجة جميل جداً إن إحنا نعرفها ونعرف إنها بتحصل، هي بتحصل يعني سواء إحنا عرفنا أو ما عرفناش، هي بتحصل. إنه كل الشركات الكبيرة، كل البنوك، كل المؤسسات الكبرى بتعمل أو في جزء من أرباحها اللي إحنا طول الوقت نقعد نركز برضو فيها كده ونقول بص بيكسبوا قد إيه ومش عارف، هم بيكسبوا كويس ودي حاجة كويسة، بيدفعوا ضرائب كويسة ودي حاجة كويسة، لكن بقى الحاجة المهمة جدا إن كل شركة أو مؤسسة أو بنك أو منظومة أو أي حاجة بتشتغل في مصر عندها جزء كده أو قسم اسمه الخدمات أو التنمية المجتمعية. التنمية المجتمعية دي واحدة من أهم الأقسام في أي شركة كبيرة، والشغل الكبير اللي بيحصل في مبادرات التنمية المجتمعية لما نعرف تفاصيله مرعب، مرعب بالمعنى الحلو، لأنه مبهج، لأنه كل مؤسسة من دول شايلة على كتفها حمل كده أو مشغولة بموضوع معين. جت بقى مبادرة حياة كريمة عملت حاجة أعظم وألطف، قالت إنه طب المجهودات المتفرقة بتاعتنا دي، كل واحد فينا بيشتغل في حتة، طب ما تيجوا نجمع الجهود دي، طب ما تيجوا نتفق انه اشتغل انت ابني مدرسة وانت اعمل عمليات وانت اعمل تمكين للشباب، كل واحد يعمل اللي هو عايزه، خدمة مجتمعية للناس، جزء من ارباح الشركات بتروح في ده، لكن تعالوا نشتغل كمان كلنا تحت مظلة حياة كريمة، وطبعا الجهود المتجمعة تعمل نتائج اكبر فنحس بيها اكتر. ليه احنا ما بنسمعش كتير عن السي اس ار، ما بنسمعش عنه او الخدمة المجتمعية للشركات، لانه اللي بيسمع عنه اللي بيستفيد بيه بس، لكن حياة كريمة جت هي المظلة الأكبر. عشان كده الخبر اللي جاي هو بيقول لك قد إيه توحيد الجهود والشغل مع بعض ممكن يخلي المبادرات أقوى وأكثر تأثيراً، وتبقى بقى على مستوى اتفاقيات الوزارات تدعم الشغل على الأرض يبقى مباشر ويبقى في محافظات كتير زي ما حصل في مؤتمر أو ملتقى المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة الـ12 المقام في محافظة الأقصر. وزارة التضامن كانت حاضرة بقوة كعادتها وشهدت إطلاق مبادرة أطفال مصر مستقبل مصر، والمبادرة هدفها مكافحة أمراض العيون بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير. المبادرة هدفها عظيم جدا، وزي ما بقول لحضراتكم كده بتوحيد الجهود، إنه تحسين جودة الحياة لطلاب المدارس في المرحلة الابتدائية والإعدادية في نطاق جغرافي ممتد. أقدر أنا لو لوحدي كمؤسسة أشتغل في محافظة واحدة، النطاق الجغرافي الواسع ده يحتاج أنه مؤسسات كتير تشتغل مع بعض. المبادرة برضو عايزة تعمل إيه أو الأهداف بتاعتها؟ توفير الخدمات الطبية الأكثر أهمية لعدد حوالي 22 ألف طالب. نفهم تفاصيل أكتر وتفاصيل للشراكات واللي حصل والاتفاقية ودور وزارة التضامن ودعمها من دكتور هاني عبد الفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية، وهي طبعا المؤسسة القائمة على هذه المبادرة. مساء الخير على حضرتك يا دكتور. احنا متابعين أخبار المؤتمر الجميل وشايفين أن أنتوا عاملين شغل كبير يعني. الحمد لله. أنا بس عايز يمكن أكمل على كلام حضرتك. يمكن منذ إطلاق المبادرة حياة كريمة اللي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير 2019، هو ابتدى فعلا الجهود كلها يبقى في تشبيك ما بيننا، سواء القطاع الحكومي أو القطاع الأهلي والقطاع الخاص. أنا بسمي الثلاثة دول لما بدأوا يتعاونوا مع بعض هو المثلث الذهبي. طبعا المثلث الذهبي ده لما بدأ يتعاون ابتدينا نشوف فعلا الحاجات بتحصل على الارض ما كانتش بتحصل قبل كده، حاجات فعلا كبيره جدا وعظيمه يعني. عشان ما اطولش على حضرتك، يمكن الحمد لله المبادره دي في برضه تعاون فعلا ما بين الثلاث قطاعات. يمكن احنا المبادره لمصر برعايه وزاره التضامن ووزاره الصحه ووزاره التربيه والتعليم، اللي احنا بنشكرهم جدا على ثقتهم وتعاونهم مع صناع خير. ومعانا كمان مؤسسه البنك التجاري الدولي اللي هي الراعي للمبادره. واحنا كصناع الخير بننزل حاليا 42 مدرسه في مركز الوقف في محافظه قنا، بنكشف على اطفالنا عيون وانيميا وسكر وجلديه وصدر وقلب وكل التخصصات. مش بنكشف وبس، بنكشف وبنعمل عمليات وبنقدم نظارات وادويه على اعلى مستوى. معانا فريق طبي كامل، معانا مستشفى جنوب الوادي باطبائها كلهم. عملنا تدريب للاطباء دول عن طريق علماء متخصصين في كل واحد في مجاله. احنا عملنا فريق استشاري طبي كبير قبل اطلاق المبادره. معانا كمان بنعمل توعيه كمان للامهات والاولاد
عشان نقول لهم ازاي يراعوا اولادهم، سواء في الموضوع بالذات الانيميا، لان احنا شايفين ان في شويه انيميا يعني بدات تزيد شويه في اطفالنا بسبب سوء التغذيه. برضو يا دكتور، الانيميا اللي بعض الناس بتستهين بيها، ممكن حضرتك تقول بسرعه كده تقول لنا ازاي بتاثر على الطفل ده في باقي حياته؟ طيب يمكن احنا برضه عشان قبل كده اشتغلنا في مدارس، احنا طبعا واخدين مدارس ابتدائي واعدادي حاليا الفتره دي، بنكشف على 42 مدرسه بحوالي 20,000 طالب حاليا. طبعا بتاثر عليهم في التركيز، ويمكن بيحصل هنا تنمر حتى ساعات، ان الولد هو مش غبي ولا حاجه، بيتقال له انت غبي فبيبدا ان هو يتغيب عن المدرسه ومش عايز يروح. هو مش غبي، هو كل الحكايه محتاج يتغذى مظبوط او ياخد الدواء المظبوط، وعلى طول حاسس بارهاق مستمر وتعبان على طول. بالظبط، هو مش قادر. ففعلا لما ابتدينا ان احنا ننزل ونعمل التحاليل ونديله الادويه المظبوطه، واحنا جايبين دواء يمكن دواء امريكي حاجه كويسه جدا للاطفال، لما بدانا نديله الدواء ده ونتابعه كمان بعديها بشهر وبنعمل له تحليل تاني، ابتدى نحس ان المستوى بدا يرجع تاني، هو تركيزه بدا يبقى كويس، بدا يرجع المدرسه، ودي بالنسبة لنا حاجة مهمة جدا. فطبعا ده كمؤسسة صناعة خير أو أي مجتمع أهلي، هو دوره إنه، وأنا كصناعة خير كمان مهتم جدا بقطاع الصحة، سواء في مجال العيون قبل كده أو مجال قرن سكري أو حتى في مجال صحة أطفالنا يعني. أنا بشكرك دكتور هاني عبد الفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة صناعة الخير والقائمة على مبادرة لعلاج أطفالنا. زي ما بقول لحضراتكم، جهود التنمية كلها جهود عظيمة. لو حد قرر انه يعمل تنمية في الشارع بتاعه، دي جهود عظيمة. وبالمناسبة ده بيحصل، في ناس بتعمل على قد ما بتقدر. انا هعمل التنمية بتاعتي ان انا هرصف الشارع، التنمية عندنا ان انا هجمع شباب القرية دي يعملوا كذا، التنمية ان انا هبني مدرسة، التنمية ان انا هعالج 22,000 طالب. كل دي جهود تنمية. عشان كده من ضمن اهم نجاحات مؤسسة حياة كريمة هي فكرة المظلة، فكرة التنسيق، وفكرة انه في هدر فلوس ووقت كان بيحصل بسبب انه كل واحد فينا بيشتغل لوحده، كل واحد فينا بيدور على الموافقات والشراكات لوحده، لكن لما بنبقى مع بعض يحصل التغيير اللي احنا بنسمع عنه ده.